نروح بقى مع حضراتكم لخبر مختلف حبتين. جماعه حراميه سرقوا ميداليتين اولمبيتين من حوالي اسبوعين، الكلام ده من منزل البطله الاولمبيه الروسيه يلينا فينسينا وبيتها ده في ضاحيه من ضواحي موسكو. اللي حصل كالاتي، ما تفهموش بقى حضراتكم ضميرهم صحي ولا ايه، المهم اللصوص دول او الحراميه دول رجعوا الميداليتين الاولمبيتين، وبالمناسبه واحده فيهم ذهب والثانيه فضه، وسابوهم ما رجعوهمش بقى البيت، لا سابوهم بالقرب من مدخل القريه اللي بتسكن فيها هذه اللاعبه. ومش بس سابوهم، لا سابوا معاهم رساله اعتذار بالاضافه لعلبه حلويات. لا ما وده يعلمك ان الحرامي وارد يكون عنده ضمير. ضمير ورقيق في نفس الوقت. لا بس اكيد في ان ورا الموضوع يعني. اكيد، ما المهم بقى ان هي ما استلمتش الميداليات لغايه دلوقتي، ان هم محجوزين لسه في قسم الشرطه هناك طبعا قيد التحقيقات. ما هو يمكن كمان عشان هي لا ذهب ولا فضه، هم يعني مش هيجيبوا حاجه. بس لفته غريبه يعني. مش ده العادي يعني، فاهم ازاي يسرقوا ميداليتين ويرجعوهم؟ فطبعا كانت حاجه ملفته جدا للانظار، وكانت ميداليات يعني قوميه، يعني دي حاجه مهمه بالنسبه للبلد نفسها، فيعني يمكن عشان كده منوزع وطني رجعوها. يعني هي مش هتتباع تجيب حاجه، وفي نفس الوقت خلاص حرام لو يعني. لو اتباعت هتتقفش على طول. ده بلا شك. الا لو علقوها في البيت بقى، ده موضوع تاني يعني.